وزير الخارجية يتوجه لواشنطن اليوم لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكي. الحوثيون يخرقون الهدنة ويقصفون مواقع متفرقة في مدينة الحديدة. رغم معارضة الصين، سفن حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو. ومن المقرر أن تتناول المشاورات بين شكري وبومبيو مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن شكري سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس والدوائر الأمريكية المختلفة. قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات الجيش الوطني شرقي مدينة الحديدة، وذلك في خرق واضح لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة. وأكدت المصادر سماع عدوين انفجارات عنيفة في الأحياء السكنية المكتظة بمدنيين بضواحي المدينة، وذلك مع محاولة الميليشيات الالتفاف من عدة اتجاهات على مواقع الجيش في الحديدة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثي تحاول تحقيق أي تقدم يذكر باتجاه المداخل الشرقية والجنوبية للمدينة لفتح خطوط إمداد جديدة لعناصرها المحاصرة داخلها. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد أسير فلسطيني عقب اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية سجن النقب الصحراوي. وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها الأسرى بعد أن قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بهم والتصعيد داخل سجن النقب، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن طعن 2 من قوات الاحتلال، بينما أصيب 15 أسيرا منهم 3 في حالة حرجة. أعلنت الجامعة العربية عن استضافة أمينها العام أحمد أبو الغيط اجتماعا للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم كل من الجامعات العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة في تونس. وقال متحدث رسمي باسم الأمين العام إن الاجتماع الذي سيعقد يوم 30 من مارس الجاري يأتي في سياق التعاون المنتظم بين المنظمات الأربعة، وذلك لدعم ليبيا وتنسيق جهودها بشكل تكاملي لمرافقة الأطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك عبر إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي ينتظرها الشعب الليبي. قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين تابعتين للقوات البحرية وخفر السواحل عبر مضيق تايوان. وبحسب رويترز، فقد وصف بيان الجيش السفينتين بأنهما مدمرة وزورق مسلح، وأضاف أن ذلك يأتي تماشيا مع زيادة واشنطن لوتيرة الحركة عبر ذلك الممر المائي الاستراتيجي رغم اعتراض الصين. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. إلى اللقاء.